كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديالي ان شاء الله غادي نقدم لكم بحال مرقد بحال المرقده. بسم الله على بركه الله. ندير البحر، زيت العود، واحد الحنطه ثومه، ملحه. نبدا على بركه الله. بالنسبة للكبيرة غادي نشقوها شوية. غادي نسدو عليها ونخليها طيب. بالنسبة لي أنا راه عندي وجدة من العام الفايت، هي راه مزيانة ما كتخسر ما والو. كتبقى مزيانة. جي بحال هكا كنقدمها لكم بالصحه والراحه. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يجيكم الجديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.